امامنا هنا الكرة ما بينه وما بين احمد حسام، ودي تصويبة من عيسى لكن ترجع تاني، متابعة هجومية والهدف، الهدف التاني يعدل ويقفل المباراة من بدايتها. لقطة كانت من اهم اللقطات في مشوار ابراهيم المصري مع المنتخب الوطني في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، مع تعليمات هنا امامنا طبعا الكابتن ايمن السبكي. والتصويبة والعرض، العرض مباراة من نار وشرار ومخلينها الفريقين من اشتعال، لكن هنا حكم اللقاء طبعا هدي رمية جزائية، واعتقد هيبقى فيها ايقاف لمدة دقيقتين. ادي بكار والانفراد والخطأ اللي معمول من جانب كريم ايمن، احمر متقفل عليه من بكار، تاني لوكا ومحاولة التصويب لكن بلوك ولا اعلى، وادي فاصل بريك سريع، فرصة امامنا بكار وينجح في ايجاد الهدف الرابع للنادي الاهلي. اذا العودة وبقوة بعد التأخر 0-2، النادي الاهلي يعود باربع اهداف متتالية، وهنا التألق مع الكاونتر اتاك او الفصل، هيحاول يصوب، تدخل موجود، وهنا امامنا حكم اللقاء يوقف اللاعب والكرة ترتد في صالح النادي الاهلي لانه كان اذا بلعب سلبي ولم يستغل نادي الزمالك التصويب مع دفاع قوي من النادي الاهلي، والفاست بريك السريع ينجزه امامنا هنا المتخصص في السرعات عمر الوكيل بكار اللي عمره محتار لما بياخد الكرة ويطير، ولما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي، يحط هدف جديد الهدف رقم 13. كروس باص ولا اجمل فرصه، برضو احمد الاحمر لسه نزل حبه الكريز لارض الملعب لكن مازال مش في حالته. بكار كروس باص هنا من الجناح، خطا مهاجم، هذه تصويبه لكن القائم، لكن اقول لكم الطيران البنك والحوار واصحاب الجياد وبيوت الشمس واسيوط بورسعيد واهل وبيبي.